السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. كيف ما شفتوا معايا نتوما مازالين متبعين معايا هذا المسلسل اللي ما عرفتو واش مسلسل مغربي ولا مكسيكي ولا تركي. بان لي هادشي مطول عندك، نطلع لكم في الراس تقولوا هادي بسلت عينا بهادشي. انا بالعاني كنبغي مره في كل فيديو كنبغي نشارك معكم شي حاجه غير باش تشوفوني فين وصلت، غير باش دائما تبقاو تلتمسوا ليا العذر ربما الا تعطلت عليكم وما نزلت لكم حتى شي فيديو، باش تقولوا هدى تعطلات علينا وما نزلت لنا حتى شي فيديو. صافي الله يحسن العوان، راه عندها الصليح وعندها روينتها. هادشي علاش انا كنبغي نشارك معكم مره هادشي، وفي نفس الوقت حتى للاستفاده اللي غادي يكون ان شاء الله من دابا شهر، باش غادي نهضر لكم على لي ديتاي كاملين باذن الله وتعرفوني هنا فين وصلت. الحمد لله اللي جا وكيف ما شفتوا معايا، وراه دابا تيركب ودخلت القباص، دخلت عاوتاني البلومبي على شي حاجه، وهذا الاسبوع غادي يدخل عندي تريسيان، وغادي يدخلوا عندي صحاب الرخام باش يحكوا لي الرخام، وغادي يدخل عندي سباخ. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه معايا ان شاء الله، ولكن بصح راني تهديت وعييت والحمد لله ورجع في الله. رغم ذلك قلت ما فيها بس نشارك معكم واحد الوصفه ديال واحد الكيكه اللي هي سهله مهله واقتصاديه، ومكونات ديالها كاينين في كل بيت، غير هو بطريقه باش غادي تخدم، والمكونات اللي هي بسيطه اللي فيها غادي نزيدو شي حاجه هنا وشي حاجه هنا، الكاكاو والنشا كل واحد فين غادي نزيدوه. هاد المكونات وطريقتها باش كنخدموها كنخليوها من كيكه عاديه بسيطه الكيكه كتجي زوينه وزوينه في المنظر ولذيذه حتى في المذاق، وكتجي رائعه جدا. ما نطولش عليكم، دوزو شوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 4 ديال البيضات، جوج معالق كبار ديال النشا، 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو مر يكون من نوعيه جيده، 3 ديال الخمارات من وزن 7 غرام، وعندي كاس ديال السنيده اللي عبرته بالكاس ديال العنبه. البنات ما تضحكوش عليا، بقاو عندي جوج كيسان ديال العنبه اللي بقاو كيطيروا كلشي تهرس ليا. خليت هذا خاوي، عبرت به سنيده وخليته خاوي باش نعبر به الدقيق. غادي ندير جوج كيسان ديال الدقيق، وايضا غادي نعبر به الحليب، كاس لاروب ديال الحليب، وغادي ندير جوج كيسان ديال الطحين. هنا فين غنشرح لكم علاش خليت الكاس خاوي باش نقدر نعبر به الطحين ونعبر به الحليب. ها الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني، ودابا غادي نعبر كاس لاروب ديال الحليب. اول حاجه غادي ندير البنات، خديت جوج ديال البانيوات. غادي نفرق الابيض على الصفر. بسم الله، اول حاجه غادي ندير هو غنطلع هذا البيض ديال البيض مع قريصه ديال الملحه، وغادي نطلعو مع نص الكميه ديال السنيده. كاس السنيده اللي عندي غادي ندير نص هنا في البيض البيض، والنص الاخر غادي نطلعو مع صفر البيض وما تبقى من المكونات. وانا كنطلع وانا كنزيد السنيده شويه بشويه. Thank you.
كنخدم على البنات البيض حتى كيدير ليا هاد المنقار العصفور كيف كنقولوا بحال هكا كيتخدم البيض مزيان. والنصيحة اللي بغيت نقول لكم هو من الأحسن البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش في الثلاجة. معليش واخا يكونوا هادو مازالين عامرين بالبيض ديال البيض ما كيشكلش مشكل بلا ما نكثروا علينا نكثروا علينا كثرة الغسيل. أول حاجة غادي ندير سنيدة، غادي ندير شوية ديال الفاني. أنا هذا عندي فاني مركز. البنات اللي بغا يدير الساشي ديال الفاني ديروا جوج ديال الساشيات ديال الفاني. وغادي نخدم دابا الصفر ديال البيض نخدمه مزيان. دابا غادي نبدا نزيد الزيت شويه بشويه وانا كنطرب. ودابا غادي نزيد الحليب. غنزيد الخميره اللي عندي 3 الساشيات من وزن 7 غرام على الدقيق. وغادي نبدا نغربل الدقيق شويه بشويه. هنا من بعد ما خلطت جميع المكونات كلها دخلتها مع الصفر ديال البيض، دابا غادي نزيد البيض ديال البيض شويه بشويه وانا كنطلع من تحت للفوق. هنا من بعد ما خلطت كل شيء والبيض ديال البيض اندمج ليا مع الصفر، دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم هذا الخليط على جوج. من بعد ما قسمنا الخليط على جوج بقاو عندي هاد جوج ديال المكونات اللي هي النشا
النشا والكاكاو. شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير الكاكاو وهنا غادي ندير النشا. هذا عمر ليا بالكاكاو خاصني نقلبوه. طرش ليا الكاكاو هنا والنشا حتى هي من الاحسن اننا نغربلوها. وغادي نخلط غير بشويه، نخلطو غير بشويه باش نحاولو ما نهبطوش لاباغايا كيك ديالنا باش يبقى عندنا سوفلي. صافي بارك عليها. ودابا غادي ندوزو باش نخلطو ما تبقى الكاكاو. نجيبو الكاكاو حتى هو نغربلوه. حتى هي نفس الشيء، نحاولوا نخلطوا غير بشويه حتى نخليو الخليط يتلبس لينا مزيان بهذاك الكاكاو. من بعد ما خلطتهم بجوج، ها هو الخليط اللي عندي فيه الشوكولا وهذا الخليط اللي عندي فيه النشا. كنبقاو نخدمو بحال هكا، معلقه من الابيض ومعلقه من الكحل، معلقه من الابيض ومعلقه من الكحل، حتى كنكملو الخليط ديالنا كامل. هنا البنات من بعد ما كملتها، دابا كاخر مرحله غادي ندير لها شويه ديال اللوز افيلي. ودابا غادي ندخلها الفران اللي مسخن على درجة حرارة 170 الفوق والتحت. غادي نخليها تتبرد البنات، ومن بعد ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالها تتبرد مزيان مزيان. زوينين ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. درت لها شي شويه ديال لاصوص بلي فخوي غوج، كناخذها جاهزه من بانانيغوس. فايت ليا شحال هذه كنت شاركتها معكم، واصلا سون غلوتين. الناس اللي عندهم مشكل ديال الغلوتين، هذه راه شحال هذه كنت شاركتها معكم. ودابا غادي نقطع لكم واحد طريف باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها من الداخل كيفاش كتجي. بسم الله. فوالا زوينين ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. انا حاولت واخا قسمتها على جوج، غلبت في الاخر، غلبت شي شويه ديال العجينه ديال الكيك اللي فيها الشوكولا، غلبتها على العجينه اللي بيضه. يعني نتوما الا بغيتو ديروها تكون متوازيه لكم الاختيار. انا حيت البنات كيبغيو ليا الشوكولا اكثر، كيجي الشكل ديالها زوين والمنظر ديالها زوين، وخلاص انها كتجي لذيذه، كتجي لذيذه لذيذه بزاف كيبان ليا. غنعاود نقطع عاوتاني واحد طريف اخر. كنتمنى هاد الوصفه اللي شاركت معكم اليوم
تكون عجباتكم ونالت رضاكم من كيكه عاديه جدا ومقادير عاديين بزاف واللي هما متوفرين في جميع البيوت المغربيه. درنا كيكه زوينه ودرناها بريستيج اللي كتحمر لنا الوجه فوق الطبله. نتمنى تكون عجباتكم وتجربوا ان شاء الله في ديوركم وبصحه وراحه. زوري ديالي كنتمنى هاد الكيكه اللي شاركت معكم اليوم تكون عجباتكم ونالت رضاكم وتطبقوها وتشاركوها معايا في الانستغرام اللي تبارك الله ما شاء الله. الكيكه اللي شاركت معكم ديك المره عرفتي واحد الكم هائل ديال البنات اللي شاركوها معايا في الانستغرام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل شيء دارها تبارك الله وصل عنبي وجاتهم غزاله والناس كلهم تيشكروها. كنتمنى حتى هاد الكيكه انكم تجربوها ان شاء الله. واللي بغيت نقول لكم بغيت نشارك معكم ان شاء الله عما قريب يا اما هاد الاسبوع يا اما الاسبوع الجاي واحد جوج ديال الوصفات. واحد الخبيز كيجي صحي وكيجي رائع جدا وفيه بزاف ديال المكونات يعني مثلا اعشاب اللي كنصهدوها وكنطحنوهم كيجي غزال. ولكن خاصكم تصوتوا لي عليه باش نشوف واش كاين واحد الكم كبير ديال الناس اللي غادي يبغيو لان بعض المرات فاش كنحط شي حاجه صحيه ما كيهتموش بها الناس. فنشوف واش غادي يكون تصويت كبير عليها اولا لا. وايضا بغيت نشارك معكم واحد الكاطو كاطو رائع كاطو كلاصي كيجي غزال وما فيش بزاف ديال المكونات كيجي زوين. الا بغيتوه نشاركوا معكم ما بغيتوش ما نشاركوش معكم حيت فاش كنحط شي حاجه بحال هكا شي كاطو كاين بعض الناس اللي كتدخل وكتقول لك حنا ما عندناش فلوس ديال هادشي وحنا انا عارفه الله يحسن العوان ماشي كلشي كيقد على هادشي ولكن كاينين الناس ما نحرموهمش مره كنديروا شويه اقتصادي ومره كنديروا ما بين وبين. فإلا كنتو بغيتوا هاد الوصفات هادو قولوها لي في لي كومونتير ولكن يا ربي يكون التصويت يكون كبير بزاف باش نقدر ندير لهم بروغرام ونشاركهم معكم باذن الله. ما تنساوش الانستغرام ديالي اللي هو صدقي هدى اوفيسيال. نتلاقاو وياكم في فيديو جاي باذن الله وبسلام عليكم.